ديتوكس. الديتوكس دي كلمة انجليزي معناها عدم وجود سموم او تخليص الجسم من السموم. طبعا سموم الجسم في سموم نفسية اللي هي بقى الانفعالات والمشاكل والغضب والقلق، وفي سموم جوه جسمنا وجوه دمنا بسبب الاكل وبسبب العمليات الحيوية. طبعا في الطبيعي الجسم بيعمل ديتوكس عن طريق الاخراج، عن طريق العرق والبول للحاجات اللي بتدوب في المية، وعن طريق الفضلات في البراز الحاجات اللي ما بتدوبش في المية او ما بتمتصش، وعن طريق الحاجتين دولت بيحصل ان الجسم يخرج معظم الحاجات. لما الواحد يعرض جسمه لمشاكل اكتر زي التدخين، زي التلوث، زي عمليات حيويه كتير، زي السهر، زي ادويه، زي مضادات حيويه بدون لازمه، مسكنات بدون لازمه، بيبقى لازم الواحد يبقى عنده وسيله اخرى تساعده على الديتوكس. وفي طبعا وسائل كتير برضو نفس الاتجاه. لو انا عندي بقى ضعف في الاخراج، يعني في امساك، انتفاخ، غازات مش مظبوطه، هيليكوباكتر زي اللي هي الجرثومه الحلزونيه، ضعف في الاخراج من البول، الجسم بيحوش ميه، زي بعض السيدات في بعض اوقات العام بيحصل لهم الموضوع دوت، فطبعا لازم نساعد ده بحاجات محدده. اول حاجه للديتوكس هو الديتوكس الغذائي. الواحد بياخد سوائل بشكل معين، اول يوم بيبقى الجسم بياخد فيه سوائل بس ما بياكلش، تاني يوم بياخد خضروات مع سوائل، وتالت يوم بياخد فاكهه وخضروات مع سوائل. ده ديتوكس 3 ايام، ما بيبقاش فيه بروتين، ما بيبقاش فيه البان ولا جبن، بيبقى بس زي ما قلنا سوائل وخضار وخضروات على مدار 3 ايام. ده اسرع واسهل نظام غذائي، وبيحضر الجسم لدخول في دايت، بيحضر الجسم ان هو ينشط ويفوق. من الحاجات اللي بتعمل ديتوكس برضو بعض الفيتامينات اللي بتاخد عن طريق الوريد. يعني ممكن واحد ياخد عن طريق الوريد فيتامين سي وجلوتاثيون وفيتامين الف وحاجات زي كده، طبعا بتساعد كتير. من الحاجات الجميله برضو في الديتوكس غسيل القولون. الواحد بيخش على جهاز زي الحقنه الشرجيه بتاعت زمان، هذا الجهاز بيدخل ميه بدرجه حراره معينه وبفلتره او بتقطير معين، بتغسل القولون، بتتعمل كل اسبوعين ثلاثه، بالذات عند الناس اللي بيعندهم امساك او انتفاخ مزمن بتساعد كتير. من حاجات الديتوكس برضو التعرض للاكسجين، سواء من خلال الاوزون اللي هو الاكسجين نشط اللي هو بيساعد على رفع المناعه، او من خلال كابينه الاكسجين. وطبعا كابينه الاكسجين ميزتها انها بتدخل الاكسجين تحت ضغط عالي، فبتغسل كل انسجه الجسم زي بالظبط العربيه كده ما نوديها للمغسله وبتنظفها من كل حته، فبتنزل كل الحاجات اللي فيها. وطبعا الجلسات دي استمرارها هو اللي بيجيب نتيجه، عمرها ما بتجيب نتيجه من مره واحده، وحسب المرض وحسب كميه السموم اللي في جسمنا بنحتاج لجرعات معينه او جلسات بطريقه معينه. طبعا بتمنى ان احنا نساعد جسمنا ما ندخلش سموم، ما ندخلش سكريات، ما نبقاش في تدخين، ما نتعرضش للتدخين السلبي علشان جسمنا يقدر يواجه السموم. وبالطبع الادويه اللي ملهاش لازمه بدون داعي، المسكنات، المضادات الحيويه اللي بتتعب كبدنا وبتتعب الكلى، يا ريت بلاش منها عشان ندي جسمنا فرصه ان هو يتخلص من السموم بدون ما نحتاج ان احنا نروح نعمل جلسات او غسيل او نظام الغذائي اللي احنا بنقول عليه. ويا رب دايما صحتنا تبقى كويسه وبصحه وهناء.